السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكشن بوكس هو صندوق ليزر 3 دي عشان أخفي جزء من الشغل. على سبيل المثال مثلا هنا أزار عندي الموقع عام بشكل كبير جدا، وأنا عايز أركز على الجزء دوت، مش عايز يظهر معايا الحاجات اللي بره ديت، فعايز أخفي الحاجات دي. لو أنا شغلت في الجروب فيو بيعملها بشكل بايخ شوية، تمام؟ أهو هتبدأ تتحرك دي كده، مناسبة لل 2 دي مش مناسبة لل 3 دي. لما تيجي تتحرك كده هتلاقي الشغل بتاعك مش هو ده اللي انا عايزه. طيب تعال نفعل السكشن بوكس اللي هنا ده، ما فيش حاجه ظهرت، مش حاجه اتعملت، لازم يظهر لي الخطوط عشان اقدر اتحكم فيه. طيب في مشكلتين موجودين، يعني انا متعمد ان يبقى في مشكلتين مش مشكله واحده عشان اتعرض ليها. هنا لو جيت هنا في الانوتيشن كاتيجوري ونزلت هنا عند السكشن هتلاقي سكشن بوكس مش بتعلم عليه، علم عليه ما ظهرش برضه. ساعات دي بتحل المشكلة وساعات بيبقى مشكلة في حاجة تانية. طيب لو جينا ظهر دوسنا على هنا ريفيل هيدنج اليمنت، اهو هو ده المربع اللي انا عايزه، هعلم عليه واقول له انا عايز اظهره ان هايد اليمنت، تمام؟ ادوس على العلم دي تاني خلاص اصبح بيظهر معايا، اقدر اتحكم في ان انا اعمله بالشكل دوت، وده اجمل بكتير. طيب لو انا عندي اكتر من فيو ممكن اجي عند فيو واقول له اعمله لي تايل بالشكل دوت، ده هنا 3D وده هنا 2D، عايز اتحكم في ده من خلال ال 2D، فاعمل سيلكت على دوت ما ظهرليش المربع دوت، فهاجي هنا ابدا اشتغل على ان انا اظهر هل في حاجه مخفيه ولا لا. طيب خليني اجي هنا لما بعمل سيلكت على دوت بدا يظهر لي المربع اهوت، تقدر تتحكم فيه. خلي بالك لو انا جيت كده وعملت كده هتلاقي نفس الكلام اشتغل ناحيتي، لو عملت كده فانا ممكن اعمل سيلكت للجزء ده في 3D سيكشن بوكس في 2D واقدر اتحكم فيه زي ما انا عايز.